مشاهدينا كنعتذر الدروع على هذا العتب. نعود نذكركم مشاهدينا اننا امام حاله تستدعي التدخل عاجلا. معنا الشابه عائشه اللي في عمرها 30 سنه، لقات راسها ما بين ليله ونهار عرضه للشارع. فمن بعد ما ماتوا الوالدين ما بقى عندها لا حنين ولا كريم. كانوا الوالدين كيكاليو عليك، كيحميوك، كيكونوا السند ديالك، تيكونوا ظهرك، تيكونوا واقفين معاك، ولكن ملي كيموتوا كتلقى راسك لا حنين لا كريم. هي من بعد مجموعه من المشاكل مرت بها لقات راسها عرضه للشارع، حتى ان هذه المشاكل اثروا عليها. هي مصابه بمرض السرطان كان عندها في الاول في المسترانه، دارت العمليه الاولى الحمد لله تمت بنجاح، ولكن مع الظروف والوضعيه صعيبه ما لقيش فين تسكن، ما لقيش فين تعيش. بالاعصاب كنعرفوا بلي انا هذا المرض اللي هو كينتج على الاعصاب، على المشاكل اللي كنعيشوها، الخطره بلي المرض ديالها تحول ليها للثدي ديالها. عاود لينا عائشة شنو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي هو السلطة في المسران، وفتحت وتمت العملية بنجاح. من بعد ملي بقيت نتعصب خاص ليا في البزولة، في الأسيس ديالي ديال البزولة. ودابا حاليا جرت عليا اختي من الدار، والدي الله يرحمهم، حاليا تبات في ميريز. كديري لا شيميو؟ كندير الدواء، كندير كلشي. عارفين بلي هذا المرض صعيب شويه، واللي صعيب فيه اكثر هو انك كتحتاجي للماده وكتحتاجي للرعايه، محتاجه اللي يصاوب لك الاكل ديالك، اللي يوقف معاك. عارفين الشيميو صعيب بزاف، كيفاش كديري انت كتقدري تعيشي وسط هذه المشاكل كامله وما عندك لا حنين لا رحيم؟ الناس بحال كتلقى معاهم ديال، انا ما كنطلبش ما طلبتش زعما مثل ما تشد ديال الناس هما اللي تيتعرفوا معايا، كيعرفوني في السبيطار، كيتعرفوا معايا جوج ديال النافله. واحد الشيء يجيب ليا اللي تيجيب ليا الخطا، باش نعس في السبيطار يلا خرج ديامات على حساب الرونديفو ديالي، غادي نرجع ثاني غادي نعس. الناس اللي بغاو يشوفوني راهو انا حدا ميريز، كنت نبات في الزنقه. كتباتي في الزنقه؟ تنبات في الزنقه، تنبات فين تيطبعوا الرامي باش البرد عليا من النور ليا، ما خصنيش نبات في الزنقه، تنبات لداخل كتيخلص لاكيس. عندك خوتك، عندك حبابك، عندك صحابك؟ ما كت ما شداتكش عندها ما؟ لا اختي ما بقيتش فرحت، تبقى الخير في بنات الناس وتبقى، ولكن اختي ما بقيتش فرحت مني ماتوا والديا. صافي عارفك بلي مريضة؟ عارفاني انا، عارفاني بلي مريضة، عارفاني. انا اللي بابا الناس يعاونوني يخلصوا لي بلي ما وقفت على رجلي، حس صعيب عليا دابا يدي ما بقاش نتحرك، اللي دادي شوية تضرني لا حول ولا قوة إلا بالله. كنعرفوا بلي الخوت تيكونوا ما قارياش في قراية، ما قارياش كاع، وتعمل في الديور تنفع الناس. دابا خدمة ديال الديور صعيبة، أنا نشوف بدا لا تقدر في هاد الحال. عمر ما تدخلوا بيناتكم الناس ولا قالوا لها جيبي اختك؟ لا بزاف، ولكن هي خوتها الحق. اختك كبيرة عليك ولا صغيرة؟ كبيرة عليا. كبيرة عليك يعني بمثابة امك؟ ما خلاوش لك والديك شي ارض شي دار؟ لا ما والو، دارنا حنا عندنا في الرحمه، راه دابا هي اللي ساكنه فيها. منا شو انت مريضه؟ دابا تقريبا جايه من رمضان. من رمضان وانت في الزنقه؟ شنو كتطلبي؟ انا اللي كنطلب هو الناس يكريو لي، يخلصوا لي الكرا، ما عطوني لا ما عطوني ما عطوني، يخلصوا لي الكرا ديالي بما كنت درت لي بما حيت العمليه عندي. صح وانت عارفه الدوايات باقي هادشي ميتين ديرو، دابا راه درت 3 حصات باقي ليا 6 باقي البوله، تيقول لي باقي علاج طويل. انت عندي هاد العلاج، سمع هاد المرض هذا نقدر نكذب عليه ولا شي حاجه؟ لا حتى واحد ما كيكذب في المرض، سيغتو هاد المرض هذا الله يشافيك ويعافيك. نعاود نذكركم مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي أننا في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخت عائشة عندها 30 سنة، لقات راسها عرضة للشارع، عرضة لمجموعة من المصائب اللي كتقدر توقع لأي بنت، تقدر توقع لأي راجل. هي كتبات في الزنقة، بالإضافة إلى أنها مريضة عندها مرض السرطان كان عندها في المسران وتحول ليها البزولة ديالها.
فهي عندها عمليه من بعد 20 يوم، ولكن صعيب هادشي كامل هو انه ما يكونش عندك الوالدين اللي يقدروا يساندوك لا ماديا ولا معنويا. تلقى راسك في الزنقه، البرد فيك، الشا فيك، والشمس فيك، والاصعب من هادشي كامل انه الفلوس ما كايناش والصحه ما كايناش. عائشه بالفعل عندها اختها، ولكن كيف ما كنقولوا اختها غير في الوراق، لانها عرفتها مريضه وهادشي كامل وسمحت فيها وما دخلتهاش للدار. عارفك كتعاني من رمضان ودرتي العمليه الاولى وكتسناك العمليه الثانيه، وبالرغم من هادشي كامل ما حنتش فيك، عارفين بلي انا كي كتباتي في الزنقه. هي عارفه هادشي كامل عايش ما عرفاش حوايجي تحطو مع الناس، الوراق ديالي تحطو مع الناس. حتى دابا اللي شافك تيقول تبارك الله وانك نقيه وزوينه لابسه مزيان، ما غاديش يظنوا انا وحده فحالك ساكنه في الزنقه. مشيت نتهلا براسي نمشي للحمام وهاد، شفت الدموع في عينك عائشه. مريضة يا حسرة في طلبها في كل بغيت انا داكشي يكون موجود. تعرضتي شي مرة شي واحد اللي بغى يستغل الفرصة انك مريضة ومحتاجة؟ ولكن انا ما باغيش داكشي، كنموت بالجوع. واحد المرة تمشي ناكل شفت تلقى منك تجلس تسخن تخرج من الحساب بعدا مريضة مسهوطة. عارفين بلي الشيميو صعيب و تياكل من صحتك، تياكل من نفسيتك، وتياكل ثمن الفلوس. والدواء اش كديري فيه؟ ديالي راه تيبقاو ليا، ولكن دابا راه مخرج ليا وراك شي دواء ما عنديش باش نشريه. الدواء هذا بعدا ما عنديش باش نشريه. شنو قالوا لك الاطباء بخصوص العمليه اللي كتسناك من هنا ل 20 يوم؟ حيدوا ليا المسيسات جوج، وعاد ثاني غادي يبداو ليا ثاني في الحصه ديال الشيميو باش هذاك المرض كيدوز. هذا نداء المسؤولين ونداء المحسنين سواء كانوا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. عائشه كتقول لكم باللي هي ما محتاجاش الفلوس، وباللي هي ما كتسعاش، وباللي هي ما خاصها حتى شي خير من غير انها ملي تخرج من العمليه محتاجه انه تلقى السكن اللائق فين تعيش، لانه عارفينها باللي هي مريضه وعندها الكونسير، خاصها عنايه فائقه، خاص لي يكون بجنبك، خاص لي واسيك. انت قلتي لي كتباتي في الزنقه. تنبات في الزنقه حتى ميريز. اخر كلمه تقوليها للناس اللي كيشوفوك؟ انا باغي الناس يوقفوا معايا يعاونوا نفسك. وغبيت وباغا والو، غبيت ونتسكر فيه بما صحيت ونخرج نخدم على راسي. دابا حاليا الظروف ديالي ما تسمحش ليا باش نخدم، عندي نزلتي من فوق ما نقدرش نخدم. 20 يوم عندي العمليه، كيف ما نخدم نهز الثقل ولا داكشي ممنوع ليا. ما مزوجه ما عندك وليدات يعني؟ عندك الله الله كريم والله رحيم، ان شاء الله يسخر لك عباده الصالحين ان شاء الله. ونتمنى من عند الله سبحانه وتعالى انه كل مسلم في قلبه الرحمه انه يتواصل معك. ما خصناش نخليوك تضيعي، ما خصناش نخليوك تباتي في الزنقه. هذا نداء من عائشه لكم نتوما كاملين، راه رقم التليفون ديالها كاين في البث المباشر. نتمنى انا نرجعوا لقاك انك تشافيتي وليتي على خير ووضعيتك تحسنات. وشكرا لكم مشاهدينا اينما كنتم، ولقاكم في بث مباشر اخر.